اهلا وسهلا، تحياتي واشواقي. تم دعوتنا اليوم لمطعم ارميني اسمه لوسين في منطقه نيفير وسط لندن. واجهته رائعه جدا، ورديه ورائعه. تعال افرجيكم المكان. في جلسه حلوه هنا، كثير هنا كمان في جلسه ثانيه حلوه، وهنا البار. الطابق الثاني كمان جلسه جميله جدا، ديكور فخم، روعة، very very nice بصراحة، يعني كلاسي luxury. برضو طلع الشارع، هنا كمان في جلسة. واو، شوف البوس. المنيو كتير ظريفة، تفتح معك زي هيك أو زي هيك. في معلومة interesting إنه لوسين باللغة الأرمينية تعني القمر. كمان موجود الشعار على الصحن. كمان شغلة حتلاحظوها انه عندهم اللي هي زجاجات اللي هي زيت الزيتون، كمان شغلة بيعتزوا فيها. اجواء المكان كثير حلوة، والموسيقى هادية ورائعة، والديكور كثير متعوب عليه. ثانك يو. هذه وجبة اسمها مانتي، بيجي معها صوص. كمان في يوغورت بيجي على المانتي. هذه وجبة اسمها سوجوك رول، لحم بعجين. هذه اسمها إيجبرين تروز، لفائف الباذنجان. سبايسي بوتيتو، هذا شيش طاووق، طبعا في فحم. Is this fire, yeah? Yes. Oh, it's charcoal. Wow. Thank you so much. Interesting. بعد المقبلات نزلت الوجبة الرئيسية، هذا كباب بالكرز تشيري، واحد من أهم الوجبات اللي بيشتهر فيها هذا المطعم. وكمان عجبتني فكرة إنه جايبين لك شيش طاووق على منقل صغير، في فحم جوا والبخار طالع منه. بالمناسبة أنا لاحظت إنه اللون الأحمر أو الزهري طاغي على هذا المكان، نفس المكان اللي كنت زرته في المونديال في الدوحة، اسمه ماميك. بيعتمدوا موضوع الرمان والورود والألوان الفاقعة. جذاب، حلو. فكرة انك تاكل لحم عليه كرز، شغلة يعني مميزة مختلفة. هذا عبارة عن ايس كريم. ايس كريم جبت هيك بطريقة. يا سلام عليك. هذه الي. الله الله الله. هذا جماعة اسمها هاني كوم كيك، طبعا مميزة جدا جدا، وحتى الصحن عامل زي الخلية، زي الهايف. بصراحة كل شيء كان بيرفكت، الأكل طعم، معاملة، إشي مختلف عن العادة،